بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الاثنين من 3 شهر رجب من عام 1445 كانت زيارة سمو أمير منطقة الباحة لمشروع تجاري يعتبر واجهة لمنطقة الباحة، وهو مشروع سكاي مول لشركة مجهود بن جمعان الغاتي. وهنا الأستاذ جمعان مجهود يحدثنا عن هذا المشروع وعن انطباعه أولا عن زيارة سمو الأمير، ويتفضل مشكور. الله يحييك يا أبو رايد، شرفتنا. وزيارة سمو الأمير حفظه الله يعني إضافة كبيرة جدا جدا للمول وللمواطنين هنا، يعني مستبشرين بها خيرا، وإن شاء الله أنها تكون يعني لنا خير وللجميع من زارهم إن شاء الله. بمشيئة الله. الحقيقة المشروع يعني أنا والله ودي تعطيني عن محتويات المشروع، مساحة المشروع، مزايا الموقع. تحدثنا عن المشروع بصفته يعني كمشروع تجاري حديث ومتميز. والله المشروع مشروع كبير جدا، مشروع استثماري من بلدية القراء تابعة لأمانة منطقة الباحة، يعتبر شمال مدينة الباحة، يخدم شريحة كبيرة جدا من المجتمع في شمال الباحة. يعني من بعد مدينة الباحة الأساسية لا يوجد أي مركز تسوق، وهذا المركز حيكون حيخدم مسافة يمكن بعد الباحة 100 كيلو. صحيح. يعني من الباحة إلى الطائف ما في أي مركز نهائيا. صحيح. وهذا يبعد عن الباحة فترة يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة من مدينة الباحة. نعم. يعني ممكن يخدم أهل الباحة أنفسهم. المشروع يقع على مساحة 17,539 متر. ما شاء الله. إجمالي مسطحات البناء 19,171. جميل جدا. فيه 80 وحدة تأجيرية. أيوه. وفيه مساحات تأجيرية فوق 13,000 متر. ما شاء الله. في مواقف سيارات 220 موقف سيارة. أيوه. فيها محلات، مطاعم، مقاهي. حقيقة إحنا حرصنا في هذا المشروع أن نكون أن نعطي لمسة جمالية وكواليتي يعني جميل للموقع، فاحنا ما قصرنا يعني صرفنا على المشروع والله مصروف يعني مصروف يعني تقريبا معدل 50 مليون ريال اقل شيء. ما شاء الله. الموقع اذا يعتبر سكاي مول يعني اضافة لمنطقة الباحة، اضافة نعتبره تنموية، اضافة اقتصادية، اضافة تجارية، والمنطقة الحقيقة تستحق، ورجال الأعمال لهم الدور الكبير في تقديم الخدمات للمنطقة، وهذا المشروع الحقيقة تشكرون الله عليه. والله يا أستاذ جمعان، أنت زي ما أنت شايف المشروع استلمناه عبارة عن جبل. أيه. جبل أصم. أين عاملين حائط استنادي ودفنية يمكن كلفت 2 مليون ريال هذه الوحدة. التسوية يعني الحائط الاستنادي هذا اللي جنب الطريق. أيه. ارتفاعه تقريبا حدود 13-14 متر. هذا الطريق برضه هذا الطريق اللي ينزل على بيت الموقع في الزاويه بين طريق الملك عبد العزيز. هذا طريق الملك عبد العزيز، طريق الباحه الطائف. أيه. وهذا طريق بيده. أيه. يعني هو في مثلث طرق، وطريق المندق بعده قدام شويه. أيه. والطريق اللي جاي من مطار العقيق حيكون على المول هنا برضه. يعني حيكون مزايا كبيره جدا جدا جدا. عندنا في 2 كوفي موجوده في السطوح. أيوه. هذا التصور حقها ان شاء الله حتكون بالشكل هذا. ما شاء الله. هذا اللي هنا حتكون إطلالة جميلة، إطلالة على طريق الطائف وإطلالة على طريق البيدة على منتزه البيدة. راقي جدا يعني لمسات في صالة مطاعم، في شيء إن شاء الله. إحنا الآن سلمناها للمسوق وبدأ التسويق الآن. أيوة. وإن شاء الله أنه موعودين بخير موفقين. ونحتاج الدور الثاني. أيوة. اللي يشتمل على مطاعم حنمر عليها إن شاء الله. عندنا السكاي لايت هذه عبارة عن لكسان جاي ويعطي إضاءة جميلة بحيث أن المول يكون اقتصادي في إيش؟ في الكهرباء، وإضاءة موجودة معنا. هذه هنا مرايد، هذه مطاعم، كل مباراة في المطعم حيقسموها بعدين هم لما يجوا يستأجرون. الصالة هذه حتكون صالة استراحة، صلاة عوائل، جلسات. طبعا مطلة من هنا، إطلالة جميلة من هنا على المواقف وعلى حديقة الحال جيدة. الثروة الوطنية بالضبط هذه هي هنا. منظر سياحي رائع ومشروع كبير إن شاء الله. مول فيها 3 مصاعد، مصعد بانوراما. أيوه. ومصعدين عائدية تخدم لحد السطوح، لأن السطوح فيه مقاهي كوفي. أيوه. شوب
وفي جلسات رائعة جميلة جدا. في 4 سلالم كهربائية ما شاء الله موجودة في المول، في 5 مخارج طوارئ، يعني عملنا كل الاحتياطات والحسابات اللي تخدم المتصور. ما شاء الله تكلفة أكثر من 50 مليون بالضبط. هذه برضه مطاعم عندنا منتج، هذه تقريبا 14 مطعم. هذه حتكون صالة العاب، هذه هنا اللي هنا على اليمين، ساحة كبيرة جدا، ألعاب كهربائية، ألعاب عادية. هذا مصعد البانوراما طبعا، هذا حق السطوح، السطوح في كوفي هنا، على اليسار في برضه في السطوح، في خدمات، ثلاثة ادوار يعتبر. هذا مطل برضه هنا، ممكن هذا يكون كوفي برضه على طريق الملك عبد العزيز. هذا طريق الملك، ما شاء الله. هذا المشروع خدمات للمنطقه، هذا المنطقه التجريبيه ما هو البعض. جزاك الله خير، رحم الله والديك، الله يحفظك. شكرا لك، شاكر ومقدر جيدك.